يا 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 شنو انا اللي سكتني شيء يبرق يبرق شنو هالشيء الزين اليوم عرس هبه ايش فيك نسيت؟ ايه حقول انا حلو صح؟ يا هو بس حلو وحلو وغالي ها؟ وثقيل ها؟ سلمى جرت لي اياه بعيد الام من 3 سنين عاد كل ما صارت مناسبه البسه كان البسه اليوم اصلا انت اي شيء تلبسينه تحلينه كل شيء حلو علي صح؟ اوه انت الله الله ايه اقول ما خلاص انا بروح ابدله لان احس ان دقه قديمه حتى وياي اقول لك يعني مع اللي لابسته انت هذا ما يمشي لا لازم تلبسين شيء ثاني اللي بتلبسينه عاد لازم تلبسين ذهب ناعم نفس هالايام اقواس وكذي ها هذا نفس ما قلتي دقته ثقيله شيء يبي له شيء مال اول شيء ثقيل يلا خل اروح اغيره خل اشوفه ها الثاني بعد ها ان شاء الله اي يلا اي عليك بالعافيه صبعي ايش فيك يما؟ هاي يما ايش فيها ايدك؟ يما صبعي مو ايدي صبعي ايش فيها؟ شو اسوي يما؟ تبي اكل تفاح قصيت صبعي بالغلط يا يما ليش ما تخلي بالك؟ شو اسوي يا يما؟ بعد اليوم كافي الحين لا تلميني زين سوي لي اي شيء انطرني يما الحين انا اجيب لك شاي شوي اي عجلي الله يسلمك عجلي ها؟ ان شاء الله شاش ها؟ ولا تنسين الازاق عشان لما نلفها إيه. وبعد اذا في بلاستر ما في مشكله ها؟ ان شاء الله المطهر بعد ها اقول يما يبع جنطة اسعافات الاوليه ها عجله يما وين حطيتها انا يا صبعي كان يما كان ييتك ييتك حبيبي انت اشوف خلنا نظف شوي هنا يتلوث الجرح لا لا يما زين زين الجرح مو عميق يا يما يومين يلتئم ان شاء الله ما قصرت هي الغاليه ما قصرت هي العزيزه